جماعة كيكة التمر، بودينج التمر، وايد ناس أي كيكة، أي كيكة فيها تمر وايد يحطون كمية سكر، ويحطون كمية سكر غير أن التمر أوريدي فيه سكر وايد. فأنا راح أستغنى، راح أحط معلقة واحدة سكر براون شوغر، يعني بس واحدة. أقدر ممكن تحطون نص كوب، بس أنا لأن الكيكة فيها شكر، وزائد اني انا اسويها الخطوه الثانيه راح اسوي الصلصه اللي عليها، راح احط عليك تقريبا نص كوب سكر، فما له داعي وايد 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 يصير حلو. فعلشان كذي تحاشوا لما اي كيكه تسوون فيها تمر، خلوا فيها قللوا كميه السكر وايد، قللوا عشان لانه اوريدي في تمر. نبتدي ببركه الله. جماعة كيكة التمر البودينج راح أسويها على مرحلتين. أول شيء راح أحتاج كوبين طحين منخولين فيهم معلقتين صغار بيكنج باودر، ثلاث بيضات، طبعا أكيد عندي بيكنج باودر، الفانيليا راح أحط معلقة واحدة، يعني قفشة واحدة راح أحط شو اسمه هذا البراون شوغر أو سكر العادي، بس هذا يعطي أحلى. راح أحتاج كوب ونص تقريبا تمر، اوكي، بس يشرط انه يكون تمر جيد، تمر زين حلو، يعني فاتح وحلو، مو تمر مال يكون لونه مايل على الاسود، لا. فالخطوة هذه الاولى الكيك. الخطوه الثانيه، المرحله الثانيه، راح اسوي الصلصه. راح احتاج معلقه كبيره دارسين، معلقه كبيره هيل، نص كوب تمر، زبده، نص كوب شوغر براون شوغر، كوب ونص كريمه، وطبعا مع الكيكه راح احط زبده. نبتدي. اهم شيء بهالكيكه هذه ان نستعمل ماعون فخار، ماعون فخار، عشان لان هذه الكيكه حاره راح تقدم كذي، ما راح اقلبها اقدم. يا جماعة كديت، بس شوفوا شوفوا شحالات اللون، الريحة ماخذة المطبخ، شايلة المطبخ، شوفوا شحالاته. عشان كذي أقول لكم لا تحطون زيادة شكر بالكيك، لأن هذا أوريدي فيه شكر الصلصة والتمر. الحين راح أحط الكريمة، طاحت القفشة بس ما أدري، أوكي، راح أحط الكريمة. كيكة ولا بالأحلام، وايد حلوة، أنا مسويتها من قبل بالإنستغرام نزلتها، فالحين أسويها مرة ثانية لأن عندنا زوارة. تلحقون يا بنات، تلحقون الحين حق الزوارات اليوم مباشر، تلحقون تسوونها. شوفوا الحين الكيكة بس تطلع من الفرن وهي حارة، راح أوريكم الخطوة الجاية شنو أسوي. بس الحين أنطر نص ساعة. التمر هذا راح أحطه هني. يا جماعة أنا وأنا قاعدة أطبخ تذكرت مكون أساسي ما حطيته بالصلصة، قفشتين مثل الأكل هذيلا شوكلت، يكون نوع جيد، يكون نوع زين، يعني ما يكون فيه شكر، هذا ما فيه شكر، هذا راح أحطه هني وأخلطه معاه. يا جماعة شوفوا طلعت الكيكة أنا الحين من الفرن، دائما عندي الشوكه هذه لازم اقلب شويه عشان لاني بشرب الصلصه. الكيكه حاره والصلصه توني مسكرته حاره، شوف ايش حالاتها الصلصه. انا بس اوريكم، انا امانه ضفت عليه شويه ماي لانه ثقل، راح الحين كله اشربه فيه، شوفوا شلون راح يتشرب. لازم الكيكه حاره والصلصه حاره،
خل اشربه كله واجي لكم اوريكم. شفت التمر لما انا كنت اقول لكم لا تخلطون التمر بالخلاط؟ انا ابي كذي. ليش؟ عشان يبين بالتقديم ان هذه كيكه تمر. شوفوا راح يصير التمر كذي بالزينه فوق. شوفوا الحين طبعا كله راح يتشرب، الصلصه هذه كلها راح تتشرب داخل الكيكه. شوفوا عجيبه عجيبه يا جماعه، وايد حلوه. يمديكم الحين تسوونها حق الزواره. يا جماعه شوفوا الكيكه، يعني انا بس ابي اوريكم. شوفوا الصلصه، لا تحاتون، هذه الكيكه كلها راح تتشربها الصلصه. شوفوا شلون تدخل، بس تجي تسوون بالهني. شوفوا شلون كلها تدخل داخل الكيكه، راح تتشرب يا جماعه الكيكه هذه. والله يعني بدون مجابله انا انديها من الحلويات اللي يعني اي كيكه اشوفها بالحسابات الثانيه كيكه التبن احس انها ما ادري انا ما تعجبني شخصيا. لكن انا هلو يا جماعه، شوفوا الحين لما انا كنت اقول لكم الصلصه البودينج لازم تصير كذي رطبه الكيكه، خل اقص لكم اياها. شوفوا الحين شلون، شوفوا الصلصه، شوفوا شوفوا الكيكه تكون كذي رطبه، ما تكون ناشفه ولا فيها سكر. طبعا السكر اللي فيه من التمر نفسه. طبعا هذا حالات الحين طبعا لازم يم ايس كريم، بس ما عندي الايس كريم. نبي نذوق جمان الحين عشان تذوق وتعطينا رايها. هي تقول لاختي سميره، سميره ام محمد تعالي تعالي ام محمد ذوقي انت اعطينا رايك. عجيب